بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات في عاصمة الميادين الوثبة. من ترحب بهذه الشعارات العملاقة المنطلقة معنا في مسار الخمسة كيلومترات التي تحمل هذه التحديات وترحب بهذه الشعارات الكبيرة. البداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، هنا السماوي من ينطلق مع مقدمة الشوط في رابع أشواط هذه الفترة الصباحية الخاص بفئة الجعدان المهجنات الأصائل. السماوي على المركز الأول من هجن الرئاسة، يتقدم بوذياب ويقدم لنا السماوي. راشد بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع حملول القادم مع ثاني التحديات من هجن الرئاسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم حملول مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل الآن مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الرابع وصل خوف وانطلق مع المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، من يتواجد مع رابع المراكز، بينما المركز الخامس حملول ينطلق مع المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير، يتقدم الآن مع المركز الخامس. ننتقل مباشرة إلى سادس التحديات والأسماء القادمة، هنالك نشوان من هجن الرئاسة والمضمر حمدان بن عوض بالكيلة في عمليات التضمير والمتابعة، بينما المركز السابع وصل رعبوب من هجن الرئاسة، يتقدم المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي في عمليات التضمير والمتابعة مع المركز السابع، بينما المركز الثامن الأسماء القادمة وهنالك منطلق فالك طيب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري، وفالك طيب يا فايز من ينطلق هنا مع المركز الثامن، بينما المركز التاسع يتقدم الطائر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للأسماء المتقدمة والمنطلقة في مسار وتحدي هذا الشوط. نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع تحديات المركز الأول. المستحيل يسيطر سيطرة تامة على مقدمة الشوط من خلال تقدم السماوي بشعار هجن الرئاسة. السماوي على المركز الأول، السماوي على مقدمة الشوط ويبحث عن نقطة ثالثة في هذه الفترة الصباحية. يتقدم السماوي بشعار هجن الرئاسة. المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني يتقدم الآن حملول، حملول مع ثاني التحديات من هجن الرئاسة. الظافر علي بن جميل الوهيب من بدأ يتقدم من الجانب الأيمن من خلال انطلاق حملول والسلالة الحملولية مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم الآن مع المركز الثالث. هنا وصل خوف لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يقوم بعملية التدريب والتضمير هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع تقدم رعبوب، غير رعبوب، تسلل رعبوب إلى رابع التحديات من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي في عملية التضمير والمتابعة، وخامسا هنا ينطلق مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والمتابعة. الأسماء القادمة ما بعد الخمسة النجوم الأولى، هنالك يتقدم حملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والمتابعة، وهنا يتواجد مع المركز السابع نشوان من هجن الرئاسة وحمدان بن عوض بالكيلة، يتقدم الآن مع المركز السابع. لكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى شعار هجن الرئاسة مع المستحيل والظافر. الظافر والمستحيل على مقدمة هذا الشوط في حوار ثنائي مبكر، في تحدي مبكر على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، و1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. البداية مع المركز الأول، هنا ينطلق السماوي. السماوي لا زال على المركز الأول منذ الانطلاق وحتى هذه اللحظات، مسيطر على مقدمة هذا الشوط بشعار
يمهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصلنا إلى الكيلو الأخير ودخلنا أجوائه، دخلنا تحدياته. المستحيل مسيطر مع المركز الأول من خلال انطلاق السماوي على مقدمة هذا الشوط رغم الضغوطات من هملول. من هجن الرئاسة أيضا الظافر علي بن جميل الوهيبي. الظافر يتقدم الآن علي بن جميل الوهيبي مع المركز الثاني، لكن المقدمة لا زالت مع السماوي. الانطلاق المميز مع السماوي مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الباحث عن النقطة الثالثة في هذه الفترة. ما شاء الله تبارك الله، بدأت جولة الأوامر، بدأت التحديات. انطلق هملول ما شاء الله تبارك الله من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، يظفر بهذا الناموس المميز. ينطلق بأداء مميز وعروض ممتازة هنا في هذا الشوط من خلال انطلاق هملول بشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول، يحمل الرقم 1 ويسيطر في المركز الأول. يتقدم هملول بشعار هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم هملول. ثانيا هنا السماوي من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، ولكن الظافر ظفر بهذا الناموس المميز. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني السماوي من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، وثالثا وصل رعبوب من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي. المركز الرابع وصل مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان جمعة بن عتيق الرميثي، وخامسا وصل نشوان من هجن الرئاسة حمدان بن عوض بالكيلة من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدين ومتابعين الأعزاء انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. شعار هجن الرئاسة المسيطر مع ثلاثة المراكز الأولى، تهانينا والناموس لشعار هجن الرئاسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز. والانتصار هنا قطع مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 50 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمضمر هملول علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني أيضا الشعار هو شعار هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري السماوي، 7 دقائق 51 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل رعبوب أيضا من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الأخيلي. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية قاطع مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 59 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.